نواكشوط الغربية إلى ولاية نواكشوط الشمالية للتواصل مع المواطنين هناك عبر جسر آخر في الحي الساكن قبل أن يحركه غبار الأشغال وتكسر هدوءه جعجعة طحينها بناء جسر على ملتقى طرق الحي الساكن. فتتابعون صاحب الفخامة تقديما فنيا للمشروع وبعده تعطون إشارة انطلاق الأشغال. صاحب الفخامة بعد إذنكم أدعو القارئ محمد للسالك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. صاحب الفخامة ادعو عمدة الرياض السيد عبد الله والإدريس. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم صاحب الفخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ القزواني، سيد الوزير الأول، السادة والسيدات الوزراء، أصحاب السعادة السفراء، سيد والي نواكشوط الجنوبية، سيد رئيس جهة نواكشوط، سيد حاكم مقاطعة الرياض، أصدقاء وشركاء موريتانيا في التنمية، أيها الحضور الكريم، إنه لشرف لي عظيم أن أرحب بكم ترحيبا حارا مليء السرور والعرفان بالجميل في بلدية الرياض البوابة الجنوبية لعاصمتنا الفتية، والتي أنا على يقين بأنها ستكون بإذن الله أفضل شاهد على إنجاز عهدكم الميمون المستنير بتعهداتكم الصادقة.
هذه العاصمة اليوم تشهد انطلاق مشروع تشييد الجسور، وأن تكون الرياض أحد أحياء الأطراف فاتحتها المباركة هو لعمل جدير بأن يجعل القناعة راسخة لدى الجميع بأن التنمية التي ترسمون معالمها للوطن تنمية عادلة شاملة. سيد الرئيس، إنها الصرح الذي تباشر اليوم شخصيا انطلاق أعماله سيشكل رافعة تنموية لمقاطعة الرياض، خاصة للوطن عامة لمحوريته بنيتنا التحتية الطرقية. هو جسر للأخوة يمد أيادي التواصل مع أشقائنا شمالا وجنوبا. سيد الرئيس، نشيد بما تم إنجازه من قبل الحكومة الوقارة التي ينسق جهودها بجدارة الوزير الأول محمد بلال مسعود في جميع ميادين، خاصة جهود الافتتاح الساعي على كافة المستويات، كذا إعطاء الأولوية للجانب الاجتماعي وما توفر التأمين الصحي لألف أسرة فقيرة إلا مزال على ذلك، وقد سبقه الكثير ويستتبعه الكثير بإذن الله تعالى. مرة أخرى نجد الترحيب بكم جميعا، وأتمنى لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ادعو معالي وزير التجهيز والنقل السيد محمد أحمد حميد لتقديم خطابه بهذه المناسبة التنموية. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. فخامة رئيس الجمهورية، معالي الوزير الأول، سيد رئيس الجمعية الوطنية، سيد رئيس المجلس الدستوري، سيد رئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية، السادة والسيدات الوزراء، سيد والي ولاية نواكشوط الجنوبية، سيد رئيس المجلس الجهوي رئيسة المجلس الجهوي لنواكشوط، سيدات والسادة ممثلو السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية المعتمدة ببلادنا، السيد عمدة بلدية الرياض، السيد حاكم مقاطعة الرياض، السادة المنتخبون، أيها المدعوون الأكارم، فخامة رئيس الجمهورية، ها أنتم تشرفون اليوم على إطلاق وتدشين مجموعة من برامج البنى التحتية الطرقية التي تندرج في إطار تنفيذ برنامج الأولويات الموسع لفخامتكم، الذي يعتبر حصيلة مجمعة لبرنامج الأولويات رقم 1 والخطة الوطنية متعددة القطاعات لمجابهة كوفيد-19، والتي تزامن إعدادها واعتمادها مع ظرفية صعبة اتسمت بتباطؤ النشاط الاقتصادي وبالمخاوف الناتجة عن الأوضاع الصحية العالمية، وأدت إلى تراجع كافة المؤشرات الأساسية للاقتصاد، كما تزامن إعداد هذا البرنامج مع انتهاء الخطة الخمسية لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، وهو البرنامج الذي يمثل قاعدة صلبة لرؤيتكم الشمولية الهادفة إلى وضع اقتصادنا على مسار نمو أكثر ملائمة واستدامة بالانسجام مع برنامج فخامتكم تعهداتي وإعلان السياسة العامة للحكومة. فخامة رئيس الجمهورية، بعد مدكم جسور تجاوز ضيق الخلافات إلى ما تفرضه مصلحة الوطن والمواطن من انسجام، وتعبيدكم طرق تلاقي كل الموريتانيين حول مشروعكم المجتمعي الطموح الهادف إلى مكافحة مختلف أشكال الغبن، وإلى توطيد وآم اجتماعي يكون فيه كل إسهام فردي إثراء جماعيا، وإلى السعي الجاد إلى إقامة العدل، وإلى رفعة المواطن الموريتاني ضمن رؤيتكم النيرة الساعية إلى أن يتوجه كل الفاعلين صوب الفعل والعمل الجادين، وأن تتركز الاهتمامات حول كل ما هو مشترك، وأن تتعاضد الجهود والقدرات خدمة للمواطن والوطن، ووضعكم أسس تجذير ثقافة حماية مقدرات الشعب وصون حقوقه وذرواته وتوزيعها العادل من خلال مشاريع اجتماعية تنجز لأول مرة في تاريخ البلد، وتستهدف المواطنين الأكثر هشاشة كالتأمين الصحي ل100,000 أسرة متعففة، والتأمين الصحي والاجتماعي لأكثر من 2400 حمال. ها أنتم اليوم تعطون إشارة الانطلاق لإضافة لبنات جديدة لصرح البناء التنموي
الذي أطلقتم قاطرته منذ بدأتم هذا العهد المجنون. فخامة رئيس الجمهورية إدراكا للدور الأساسي الذي يمكن أن تلعبه البنيات التحتية المتعلقة بالنقل في تقوية التنافسية والرفع من جودة القطاع الإنتاجي، فإن فعل القطاع في مجال البنية التحتية الطرقية خلال الفترة المنقضية من مأموريتكم الميمونة، رغم ما فرضت جائحة كوفيد 19 من ظروف استثنائية، مكن من إطلاق والتقدم في إنجاز العديد من الطرق المعبدة في البلاد. ولأن للعهد عندكم معنى، فقد تمثل هذا المعنى بالوفاء بما تعهدتم به ضمن مكونة البنى التحتية الطرقية من برنامج تعهدات الذي ألزمتم الحكومة ليس فقط بإنجازه بل بالإسراع في ذلك. فقد تعهدتم بإعادة تأهيل وتوسعة طريق بوتليميت ألاق والمقطع الثالث من طريق نواكشوط بوتليميت، وقد انطلقت الأشغال في هذين الطريقين وهي متواصلة، وسيتم العمل على تسريع وتيرتها. وتعهدتم بإنجاز طريق تججة بومديد كنكوسا وليانجا سيريبابي غابو وطريق مرج عبد البقر، وقد تقدمت إجراءات تقييم عروض الشركات المتقدمة لإنجاز الطريقين. وتعهدتم بإنجاز طريق النعمة بيكت لحواش، وقد اكتملت إجراءات اكتتاب مكتب المراقبة والإشراف عليه، ويجري التحضير والإعلان مناقصة إنجاز الأشغال. وتعهدتم بإنجاز طريق أطار شنقيطي ودان، وقد تم تحديث دراستي الطريقين، وبجهود كبيرة من الوزارة المكلفة بالاقتصاد تم الحصول على التمويل لإنجاز طريق أطار شنقيط. وتعهدتم بإعادة تأهيل وتوسعة طريق الطينطان لعيون، وقد انطلقت إجراءات مناقصة إعداد دراسته في انتظار انتهاء الدراسة. وفي انتظار انتهاء الدراسة ستعمل مؤسسة أشغال صيانة الطرق على ترميمه من أجل تخفيف المعاناة على سالكيه من مواطنين وزوار. وتعهدتم بإنجاز جسر روس المتعثر منذ سنة 2009، وقد تم توقيع عقود إنجاز أشغاله، وستنطلق الأشغال فيه عندما يتم تعويض المتضررين من المسارات المؤدية إليه، وعندما يبدي الممول عدم الاعتراض على اكتتاب مكتب الإشراف والمراقبة على أشغاله. فخامة رئيس الجمهورية، إذا كان كسب بلادنا رهان مجابهة جائحة كورونا، تم بفضل توجيه فخامتكم للحكومة بالسهر في البداية على إعداد وتنفيذ خطة عمل تمحورت حول تعزيز المنظومة الصحية الوطنية ووضع منظومة للحماية الاجتماعية تقدم الدعم والإسناد لمواطنين الأكثر هشاشة، كان لإنشاء الصندوق الوطني لمكافحة كورونا الذي حرصتم على تسييره بكل شفافية الدور الأبرز في عمل تلك المنظومتين. وإذا كانت مجابهة الحكومة للجائحة من خلال تنفيذ محاور تلك الخطة قد مكنت من إبراز ما تزخر به بلادنا من إمكانات ومؤهلات وقدرات على الصمود والتفاعل والتكيف مع التطورات والمتغيرات، فإنها في المقابل وعلى غرار بلدان العالم بأسره أظهرت بعض مظاهر الهشاشة في الجوانب الاقتصادية. وانطلاقا من ذلك خاطبتم الأمة الموريتانية يوم 2 سبتمبر 2020 معلنين أنه، وهنا أستشهد، سعياً إلى معالجة هذه الآثار السلبية والتغلب على تحديات وإكراهات ما بعد الكوفيد 19، فقد تقرر إطلاق برنامج اقتصادي متكامل. انتهى الاستشهاد. وقد تضمن هذا البرنامج المتكامل الذي عرف ببرنامج الأولويات الموسع لفخامتكم مكونة تتعلق بتنمية البنى التحتية الداعمة للنمو، تعهدتم من خلالها بإنجاز جملة من المشاريع التنموية التي سيكون لها كبير الأثر على حياة مواطنينا، واستحضارا للوفاء الذي هو معنى العهد لديكم. فها أنتم يا فخامة الرئيس تشرفون اليوم على إطلاق وتدشين مشاريع تنموية تعهدتم بأن تنجز خدمة للوطن والمواطن. فقد تعهدتم بإنجاز جسرين لأول مرة بالعاصمة نواكشوط، وهو ما سيساهم في سيابية حركة المرور وتخفيف الاختناق المروري عند التقاطعات الطرقية، إضافة إلى تحسين الوجه الحضاري لعاصمتنا. وها أنتم تشرفون في هذا الحفل البهيج من مقاطعة الرياض على إطلاق الأشغال في جسري ملتقى بمكو وملتقى الحي الساكن. وتتميز الخصائص الفنية لكل من الجسرين بعوارض خرسانية مسلحة وبمجاز 20 متر وبطول 200 متر وبسطح عرضه 12 متر وبطول 71 متر لجسر الوصول مع الجدار الاستنادي، وبدوار بعرض 10.5 متر، هذا إضافة إلى مسطح للطرق المعبدة مساحته 50,000 متر مربع. ينضاف إلى ذلك الإنارة العمومية والإشارات المرورية وكافة أجهزة ومعدات السلامة والأمان.
وسينجز هذان الجسران بغلاف مالي إجمالي يبلغ 327 مليون و 784 ألف و 799 وطنية جديدة خالية من الرسوم بتمويل كلي من ميزانية الدولة. وسيتم إنجاز هذين الجسرين خلال 24 شهرا ضمن عقدين موقعين بين الوزارة وشركتي بولي شانغدا ويواندا الصينيتين وبتنسيق وإشراف من إدارة البنى التحتية للنقل الطرقي. وتمهيدا لإنجاز هذين الجسرين قام القطاع بإعداد الدراسات الفنية والسوسيو اقتصادية لعشرة تقاطعات طرقية وعلى أساس معايير تتعلق بحركة السيارات واتساع الفضاء لإنجاز الجسور. وقع الاختيار على ملتقيات باماكو، على ملتقى باماكو الذي يقدر عدد السيارات التي تستخدمه يوميا ب 7642 سيارة، وملتقى الحي الساكن الذي قدر عدد السيارات التي تستخدمه يوميا ب 23512 سيارة. وسيواصل القطاع البحث عن مصادر التمويل لتشييد جسور إضافية على أساس نتائج الدراسة الفنية التي تم إعدادها. وأطلقت نهاية شهر يناير 2020 مشروع شبكة طرق حضرية بطول 40 كيلومتر، وتعهدتم بإنجازها بأعلى معايير الجودة وفي الآجال التعاقدية، مؤسسين بذلك العهد لقطيعة تامة مع نهج اتسم باختلالات كبيرة في المواصفات الفنية لطرقنا، أدى إلى هدر كبير لمقدرات الأمة الموجهة إلى إسعاد مواطنينا. وها أنتم تشرفون اليوم يا فخامة الرئيس على تدشين هذه الشبكة الطرقية التي استفادت منها مقاطعات الرياض والميناء وتجنين وعرفات ودار النعيم والإقصر وتيارت، والتي اتسمت خصائصها الفنية ببناء طبقة أساس بسمك 20 سنتيمتر وطبقة قاعدة من الحجارة الإسفلتية بسمك 8 سنتيمتر كمعيار جودة يدخل لأول مرة في تركيبة طرقنا، بالإضافة إلى طبقة إسفلتية بسمك 5 سنتيمتر. أما خصائصها الجيومترية والهندسية فقد تمثلت في عرض 6.7 متر للطبقة الإسفلتية بالإضافة إلى عرض 1.5 متر للأكتاف من كل جانب. وقد تم إنجاز هذه الشبكة الطرقية ضمن عقد بين الوزارة والشركة الوطنية للتنظيف والأشغال والنقل والصيانة وبمراقبة من المختبر الوطني للأشغال العمومية وبتنسيق ومتابعة من مهندسي وفني الوزارة. وقد كلف إنجاز هذا المشروع ميزانية الدولة 523 مليون و 45,895 وقية جديدة خالية من الرسوم. وتعهدتم يا فخامة الرئيس بإنجاز مشروع شبكة طرق حضرية جديدة، وها أنتم تشرفون اليوم على إطلاق شبكة طرق حضرية بطول 47 كيلومتر. ولأن برنامج الأولويات الموسع لفخامتكم أتى للدفع باقتصادنا الذي تأثر سلبا بجائحة كوفيد 19، فكانت الأولوية في هذه الشبكة الطرقية لمناطق العاصمة التي تتسم بوجود نشاط اقتصادي وتجاري، بالإضافة إلى بعض المحاور المتفرقة في مختلف مقاطعات العاصمة، ومواصلة لنهج إنجاز المشاريع الطرقية حسب أعلى معايير الجودة الذي أسستم له، ستتسم الخصائص الفنية للشبكة الطرقية الجديدة بنفس مواصفات الشبكة الطرق الحضرية التي تدشنون اليوم. وسيتم إنجاز هذه الشبكة الطرقية ضمن عقد بين الوزارة والشركة الوطنية للتنظيف والأشغال والنقل وبمراقبة من المختبر الوطني للأشغال العمومية وبتنسيق ومتابعة من مهندسي وفني الوزارة. وسيكلف إنجاز هذا المشروع ميزانية الدولة 527 مليون 641,900 وقية جديدة خالية من الرسوم، وستنجز أشغال هذا المشروع خلال 15 شهرا. وستنفذ كل هذه الأشغال وفق مقاربة ترتكز من جهة على الصرامة في تطبيق أفضل وأعلى معايير الجودة واحترام الآجال من خلال وضع آلية ناجعة لمتابعة كل المتدخلين في إنجاز المشروع، وعلى التنسيق التام مع القطاعات المعنية من خلال برمجة منسقة تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الحالية والمستقبلية. فخامة رئيس الجمهورية، ونظرا للأهمية الكبيرة التي تولونها للصيانة الطرقية، فقد تعهدتم ضمن برنامج الأولويات الموسع بإنشاء مؤسسة عمومية يعهد إليها بصيانة شبكتنا الطرقية. ووفاء بهذا العهد فقد تم بالفعل إنشاء مؤسسة أشغال صيانة الطرق أتير، التي بدأت بالفعل أشغال صيانة شبكتنا الطرقية بدءا من فاتح يناير 2021 من خلال إزاحة الرمال عن الشبكة الطرقية ومعالجة وإصلاح جميع الكفر والانهيارات والتشققات وتدعيم بعض المقاطع الطرقية في طبقات إسفلتية. وتعهدتم بإنشاء شبكات طرقية حضرية في بعض المدن الداخلية
وبأرصفة بعض محاورها، وقد انطلقت الدراسات الفنية المتعلقة بذلك المشروعين. وقناعة من فخامتكم أن ظروف التنقل تشكل عنصراً حاسماً في الحياة المدنية ضمن الوسط الحضري، وعاملاً مهماً في الانسجام الاجتماعي وفي التنافسية والجاذبية الاقتصادية لمدننا، فقد تعهدتم بتجديد أسطول سيارات الأجرة، وقد تقدمت إجراءات إعداد ملف المناقصة من أجل إعلانه وكذا المنوال المالي لإنجاز المشروع. فخامة رئيس الجمهورية، وإنفاذاً لتعليماتكم السامية، عمل القطاع خلال العام الأول من مأموريتكم على إنجاز أكثر من 500 كيلومتر من الطرق الإسفلتية من خلال تسريع وتيرة استكمال العديد من المشاريع التي عرف إنجازها بعض التعثر، ويتعلق الأمر بطريق نواكشوط روسو، وطريق كيف بومدي، وطريق الزرافية تامشكط، وطريق باسكنو فصالة، وطريق الرابط بين الوطنية رقم 1 ومدينة بن الشاب، وطريق ركيز المدررة. وسعيا من فخامتكم إلى الإسراع في بدء النشاطات في ميناء إنجاجو متعدد الوظائف، فقد وجهتم القطاع بالبدء في إنجاز طريق إنجاجو الذي انتهت دراسته وبدأت بالفعل إجراءات تحضير إطلاق مناقصته. ونرى لأن الطرق السريعة تعتبر من المشاريع المهيكلة ذات قيمة اقتصادية واجتماعية، تمكن من ربط الأقطاب الاقتصادية وتعزز من تنافسية الاقتصاد، فقد أطلق القطاع بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروع الطريق السريع نواكشوط بوتلميت الذي يوجد ضمن المشاريع المعروضة للشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي ختام كلمتي، أدعو الشركات المنفذة إلى البدء فورا في إنجاز هذه المشاريع وفقا لمواصفات الجودة طبقا لدفاتر الالتزامات المتفق عليها مع القطاع وضمن الآجال المحددة لما يعود بالنفع العام لجميع مستخدمي شبكات طرقنا الحضرية بنواكشوط. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحب الفخامة، تشرفون مواطنيكم في هذه اللحظات بوضع الحجر الأساس هنا في مقاطعة الرياض لجسر باماكو. Maybe.